كاينه بحبل هي. شو لي كورنيش هنا يا هذا قصر تاع سلطان هنا وين الشعره تاع الرسول صلى الله عليه وسلم والعصا تاع موسى عليه السلام العمامه تاع يوسف عليه السلام. على كل حال يبانو خرطي في خرطي ما كاش يعملهم هذو العمامات كيف العصا بالقصب راح يبعدتي زعما القاعده هنا يعني. الصالون تاع كاس السلطان هذا، هذه جنينة زعما تاع السلطان. جنينة شابة، شابة بزاف. وهنا المتحف كما كنت نقول لكم تاع الشعرة. تاع الشعرة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. مشي بعدي بعدي. هنا صالون. صالون تاعهم بكري. أنا ضبو طلعت هذا الصالون هذا كما هو. الصالون تاعنا كيما تاع السجاد هنا تخلص 60 ليرة باش تدخل المتحف هذايا. كاين بزاف صوالح تشوفوا تشوفوا السيف تاع خالد بن الوليد فيه 300 هذاك السيف مانيش عارف خالد بن الوليد قد من كان. بون ماشي السيف تاع خالد بن الوليد اللي طويل تاع صحابي اللي صور لك ولا نصورك يا حي. شو انا كاميري كاميري في الخردة نزيد جينا شابة عجبني غير الورد. صح الرخام اللي هم دايرينو هنايا بيجي تاع اثيوبيا. هيا يا صاحبي هاي 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 يا صديقي قصر ابيض هذا ما سمعتهم قالوا قصر ابيض انا قلت قصر ابيض الله ماني عارف شنو هذا قصر ابيض ريستورون كافي اي ريستورون شافي وين دخلنا ما قال لي عندك هي ثلاث سوايع باش تكملها فيها والو فيها غير الوقت خسرنا 60 ليرة باقا 200 ألف دراهم قلت لك هذه القصر الأبيض وحدة شوية كان نقول لها راجلها هذا هذا ايه والله غنضها شابه هنا يا صاحبي هنا تشوف كاع اسطنبول اسطنبول كاع تشوفها هنا يا
تحت ناتشو بقرعة ما بستة ليرة، ستة ليرة معناتها 18000، قرعة ما صغيرة ماشي 18000، فما 18000 واحد 22000 قرعة ما في هذو لي ليستون هنايا بابا واحد ليرة بابا 3600 وقلا بدراهم. هذا هو القصر الأبيض ها ماشي خصها بلادنا باش ما ديرش هذو القصور وكذا يعني ثانيك عندنا قصور في الجزائر. شويه سيما شويه جيرو دخل لي توريس ودخل اوه هو هاي شو هاي شو هاي شو صحاب الله غير يتعوم هاي هم يعوموا شوف كل غام يعوموا ها شوف 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 قال لك ممنوع ها يعوموا ها ما مسكين لوحو بيضا راحو شهنا هذاك زيد يا شهان كما كولو وحنا نصبو دلعنا في الجزائر ما كليتوش ناكلو هنايا شحال هنا الدلع شحال زعما زعما 12 ليرة شوية معناتها كيما نقولو تبيسي صغير ب 12 ليرة هذا ب 12 ليرة هذا بدا الدلع حتى هي 35000 ولا واش ما 35 12 واحد 40000 ها؟ عم يعوموا روشيات نورمال، إيه كيما حنايا نورمال ما كان حتى حاجة زيادة، لا غير كيما حنايا. نعم شباب شوف 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 هذا السلطان كان عايش هنا يا صاحبي تلتي في ميزك سلطان سلطان يقبض بلاصة عيانة هذا قاع هذا باش يكسب هذه بالك صانو هذا يا قال لك هذا قاع صانو عامل قوابة هنا يا تصور إطلالة رائعة جميلة جدا الصفصاف هذا ما كاينش شوف مازال ما سيش شجره زعما ما كاينش في الجزائر كل حاجه كيف كيف بالحرام منقيين هذا واش كاين ماشي كاع البلايص لا لي زون توريستيك وما البلايص تاع الدواخل شتون فدايرين عامين زبل نبنيتها مهم قيا على الترك من دخل أمير عبد القادر قال لهم كيما الاسبكتير طاهر مع الفرنتي قال لهم منا دخلوا استعمار قاعد اشوف عندهم البحر تاعهم شوف 60 ليره صاحبي والله صار 120 ليره البارح 60 ليره هاي لبسها الابيض هاي نبلي عروسة جديدة وليدة وكذي عليها هاك شريك هاي يا رو شو الجوز شو الجوز ها 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 شو نسوي شو نسوي لك هو هذا اللي يوكلون ذاك اليابس هذا يديروا له الملح
صورت 50,000 صورة. Good.